حياكم الله متابعي القنوات الرياضية السعودية في كل مكان، طاب مساءكم بالخير والمسرات. تحية طيبة مني بندر الشهري من خلال حلقة جديدة ورحلة صحفية جديدة لبرنامج صحف. كل التحايا لكم من كافة الزملاء في فريق العمل. أرحب بكم وأرحب بكل من ينضم لشاشة السعودية الرياضية، ونرحب بآرائكم من خلال هاشتاج البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج صحف. من خلاله وعبر هذا الوسم نستقبل ونسعد بكل الآراء والملاحظات والاستفسارات. قبل ما نبدأ حلقتنا نبارك لي الأستاذ القدير داود الشريان صدور قرار معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بتعيينه رئيسا تنفيذيا لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية. يستاهل أبو محمد، وفقك الله وأعانك وسدد خطاك ونفع بك الوطن والمواطنين. نرحب بكم مشاهدينا ونجدد الترحيب بكل من ينضم لشاشة السعودية الرياضية. ونبدأ سؤالنا اللي دائما نطرحه في بداية كل حلقة، الاستفتاء اليومي. في مطلع كل حلقة لصحف هناك استفتاء نرحب ونسعد من خلاله بتصويتكم عبر حساب القنوات الرياضية السعودية. سؤالنا لهذا اليوم: برأيك من هي المدرسة التدريبية الأقرب للإشراف على المنتخب السعودي في كأس العالم؟ هل ترى بأن الأنسب لقيادة الأخضر مدرب أوروبي أم مدرب لاتيني أم مدرب عربي وأخيرا مدرب وطني؟ هذا سؤالنا، إن شاء الله راح نستعرض النتيجة في نهاية حلقتنا. أرحب بضيفنا لهذا المساء، الضيف الثابت مساء كل اثنين، الأستاذ القدير صالح الحمادي، الخبير والناقد والرياضي المعروف. حياك الله أبو عبد الله. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير زميل بندر وكافة أسرة البرنامج، والتحية أيضا موصولة لكافة مشاهدي القنوات الرياضية السعودية أينما كانوا. الله يحييك أبو عبد الله، ما شاء الله مشتي وخايف على نفسك ها؟ لا لا، الشتاء خلاص سابق العالم ولا تو؟ لا لا لا، العالم ما بدت المبعنية يا رجل. الفجر لما تطلع للصلاة أو حتى تطلع للميدان تدريب الخيل درجة الحرارة 12-13. أجل أنت يمكن من الطبقة الكادحة اللي تطلع من بداية الصباح. ما هو الطبقة الكادحة، هذه الطبقة المنتجة، الطبقة المسلمة. أكيد ما يحتاج، هذه قبل كل شيء المنتجة. لاحظ قلت المنتجة، المنتجة تقصد العالم كلهم وأيضا المسلم، أنه البكور فيه خير. الله يحييك أبو عبد الله، يبقيك. العديد من الملفات والقضايا والعناوين والمشتات اللي راح نسلط الضوء عليها من خلال ساعة كاملة. نبدأ بالمشتات. من صحيفة الرياضية: كولومبي وكوستاريكي يدخلان دائرة الأخضر، العقيل يبحث عن أجانب الشتوية. في عالم الطقطقة كل يوم ضيف جديد. من صحيفة الرياضي: إعلان قرارة قضية العويس اليوم، إعلان رسمي المولد خرج ولم يعد. الشيخ أحمد الغامدي: الطقطقة على الهلال ترفيه مباح. وفي صحيفة الحياة: إدارة الاتحاد تفكر في إعادة الحكم المحلي وكهرباء يعود. سييرا في مأزق، الكلاسيكو الأصفر في قبضة الانضباط. ومن صحيفة الجزيرة: الانضباط توقف ثلاثة اتحاديين ونصراويا مباراة واحدة وتغرمهم 10,000 ريال. وكلاتنبرغ: تجربة الفيديو المساعد في مباراة النصر والاتحاد الماضية. النصر يواصل استعداداته للفتح سياقيا وتكتيكيا. وفي صحيفة عكاظ: العميد يستنجد بالفيدرالية، الأخضر ينافس على جائزة أفضل منتخب عربي، وخربين يترك الهلال من أجل أفضل لاعب في آسيا. ومن صحيفة مكة: الإيقاف والغرامة والمنع تنتظر أطراف قضية العويس، الهلال يهدد الأهلي بريفاس ومختار. وأنشيلوتي يتلقى عرضا مغريا لقيادة الأخضر في المونديال. وفي صحيفة الشرق الأوسط: الهلال يدرس إكمال الموسم بخمسة أجانب،
برنامج خاص بعد الأهلي لمواجهة الكلاسيكو، ومدرب النصر يستعين بالراهب لهز شباك الفتح. ومن صحيفة المدينة، آل الشيخ رئيسا للاتحاد العربي: الانضباط تورطوا الاتحاد بثلاثة إيقافات قبل الاتفاق. وكلاتينبرغ: نجاح أولى تجارب تقنية حكم الفيديو. ومن صحيفة الرياض: الهلال يبقي عقد إدواردو ويعيد الحبس وريفاس أمام الأهلي. مرتب عكاش يوقف انتقاله إلى أحد. ومن صحيفة الوطن: جوستافو يفاضل بين الغامدي وخميس. الإصابات تضرب دفاعات الاتحاد قبل الاتفاق، ودياز يطالب باستبدال ماتياس في الفترة الشتوية. ومن صحيفة اليوم: خربين يدخل الرعب في قلوب الهلاليين، النصر يسعى لإعارة عكاش والعنزي. كانت هذه أبرز المانشيتات التي جاءت في صحفنا المحلية، نحاول نسلط الضوء عليها قدر الإمكان. أبو عبد الله، مانشيت مانشيت، لو نبدأ من صحيفة الرياضية، وأيضا خلينا نربطها يمكن بسؤالنا اللي طرحناه في بداية الحلقة: المدرسة التدريبية الأنسب لقيادة الأخضر. اليوم في الرياضية: كولومبي وكوستاريكي يدخلان دائرة الأخضر، كيف تعلق؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في مجمل الأحوال أتمنى أن يكون المدرب الأنسب، يعني شوف الحقيقة، يعني ما نستطيع أن نقول من المدرب الأنسب في كل الأحوال، يعني يجب أن نعرف الأدوات. أنت جيب أفضل شيف في العالم، خلي نتكلم في الطبخ عشان ما يقولون نتكلم حنا، ربما اللي تابعنا كثير من السيدات. جيب أفضل المقادير في العالم وحط، لا قصدي أحضر أفضل شيف في العالم ويطلب مقادير، لا يطلب مقادير محددة. أنا الحمد لله رجيم بشرك، 5 كيلو من رمضان إلى الآن، 5 كيلو إلى الآن، وإن شاء الله 6 قادمة قبل رمضان. لازم ننزل، واضح أنك نحفان، واضح واضح أنك نحاول إن شاء الله. لازم الواحد يبدأ بنفسه إذا بيوجه الآخرين. طيب، اللي يعني أفضل شيف في العالم، أفضل طباخ في العالم، اطلب منه يعني يصنع لك وجبة. إذا لم تكن لديه المقادير المناسبة حتى لو نقص عليه الملح فسد الطبخة. نتكلم على هل لدينا العناصر المتميزة جدا؟ أنا بصراحة أبهرني مارفيك أبهرني إلى أبعد حد. كنت من أشد المنتقدين له في البدايات، وكنت من أشد المنتقدين لأسلوب تعامله أنه يبقى في هولندا ويحل المباراة والأخرى، ولكن كان يقدم لنا على أرض الميدان في التسعين دقيقة، يقدم لنا منتخب مقنع من عناصر بصراحة كانت بعضها احتياطي في أنديتهم. هذا جانب. من يكون المدرب الأنسب؟ الله أعلم، لكن عليه. طيب، على المدرسة التدريبية، خلينا من المدرب، وش المدرسة التدريبية أنت بحكم خبرتك الطويلة أبو عبد الله ما شاء الله تبارك الله، هل تناسبنا المدرسة اللاتينية؟ هل تناسبنا المدرسة الأوروبية؟ هل تناسبنا؟ شوف، في المرحلة الراهنة، اختيار المدرب الأنسب للمنتخب، عاد من يكون الأنسب؟ شوف بصراحة، يعني مع الاحترام والتقدير، لدينا قلة خبرة في جوانب كثيرة. نتكلم على الصعيد الإداري للمنتخب، لم يكن هناك استقرار إداري. على الصعيد الإداري للاتحاد الكرة، لم يكن هناك استقرار إداري. على صعيد أيضا هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية وإلى آخره، يعني صحيح في حماس، صحيح في روح وثابة، صحيح في قرارات ممتازة، ولكن الخبرة تعوزنا كثيرا. نحتاج إلى مدرب خبير، مدرب متمرس. رغم أنه تقولي طيب أفضل نتائج كانت في كأس آسيا أنغوس، ليس هو المدرب الخبير ولا المتمرس. تجي تقول لي على سولاري، هو سولاري 94، نعم، اللي كان مدرب أكاديمية عند كارلوس منعم. نعم، يعني أتكلم على، تسألني أنا لن يعني بصراحة أجي وأسوي فيها أبو العريف وأبدأ أفتي في أشياء، أمور فنية تحتاج إلى خبرات أيضا إدارية، تحتاج إلى الاستعانة بالخبرات الإدارية. ونشاهد أنه كان هناك توجه القيادة العليا الرياضية لاستقطاب بعض العناصر الدولية المجربة والاستفادة من خبرتها، وقلت أنه ينعمل حول القيادة الرياضية نوع من نسميه فريق العمل من الخبراء اللي سواء حضروا كأس العالم من إعلاميين، صحيح، أو من إداريين أو من مدربين سابقين، ويكون يستعان بآرائهم. لأنه بصراحة شو، أولا لن ننتظر الكثير، أن تعمل وفق الأدوات اللي عندك. قلت لك لو جبت أفضل طباخ في العالم نقول ما عندك المقادير اللي تبي، ما هي موجودة.
اعمل لنا الآن وفق المقادير اللي عندك، اعمل وفق هذه المقادير وعطنا ما الذي تستطيع تقديمه. نفس الكلام ينطبق يا بندر على هذا المنتخب، هذه العناصر الموجودة، هل سنصعد من الشباب ولا من الأولمبي لاعبين للمنتخب الأول يشاركون ونبعد؟ يعني شاهد الهلال أول تامس، من اللي خذل؟ خذل اللاعبين اللي فوق الثلاثين. طيب نرجع للهلال أبو عبد الله، بس عشان ما نطلع موضوع المنتخب، سرور على الهاشتاج يقول شكرا أستاذ بندر والكادر معك على طرح هكذا استفتاء، أنا أرى المدرب العربي المتمكن والمؤهل عالميا هو الأنسب بسبب سرعة وصول المعلومة للاعبين أثناء سير المباراة. ممكن وجهة نظر تحترم، ما يخالف وجهة نظر مدرب عربي؟ اي وجهة نظر ممكن، ليش لا؟ يا اخي نتكلم على المدرب الانسب، من هو المدرب الانسب؟ طبعا تحتاج الى كثير من التوفيق، يعني مثلا في كاس اسيا 2007 مع انجوس حالفنا كثير من التوفيق، تصدق بعض الناس يقولون اعيدوا انجوس من جديد، بعضهم يقول اعيدوا مارفيك. شخصيا مع تجربة الإعادة ما كانت النتائج دائما مشجعة، لكن علينا أن نعرف أولا. شوف يا بندر، وفق التصنيف للمنتخبات، قرأت تصنيف المنتخبات، تصور من اللي ورانا، احنا من المركز قبل الأخير بين كل المنتخبات المتأهلة، احنا 63 روسيا 65 اللي هي البلد المنظم البلد المستضيف، نعم هو رقم 65، يعني نحن وروسيا قبلنا بنما او واحده من الدول اللاتينيه اللي توها متاهله، يمكن ما هي بنما انا نسيت اسمها، المهم قبلنا على طول، يعني قصدي احنا مع المنتخبات الثلاثه الاضعف، ولذلك يعني نحتاج الى كثير من التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا جانب. الامر الاخر صحيح، نحتاج ان نقع في مجموعه نستطيع التعامل معها، وهو الاهم تبي الصراحه في كاس العالم بالنسبه لنا المنتخب الحالي. خلينا نخطط احنا ل 2022، ما نخطط حتى 2018، نخطط ل 2022. نتحدث عن ماذا؟ ان نقدم اللاعبين اللي بمدرسه سعوديه قويه جدا تستطيع ان تعلم المنتخب. الان نحن نريد حضور مشرف فقط، وعدم التعرض لخسائر. عبد الله الحمود على الهاشتاج يقول وجه تعرفه افضل من وجه لا تعرفه، وجه تنكره. نعم ينطبق على المدرب مارفك، اعادته تختصر الزمن والاعداد، ايش رايك؟ ممكن يا اخي ممكن، ولكن لا انت ولا لو لك القرار ترجع مارفك؟ والله شوف وفق معطيات، اذا شفت مارفك يعني شفته ابو عبد الله، لا لا اقصد لو شفت انه اذا بيجي مثلا على سبيل المثال، برضو احنا ديجنيفايد لنا كرامتنا ولنا قيمتنا، احنا احنا بلد حي الله، بلد كبير، بلد الاسلامي عربي، بلد الان ذا بعد دولي، حاسبني عن النتائج، حاسبني عن النتائج. انا اجلس في الرياض، اجلس في امستردام، اجلس في بروكسل، مالك شغل فيني؟ لا لا بس يجب اهم شيء حاسبني على النتائج، يجب ان تكون وفق اليه توافقيه بين القياده الرياضيه وبين اتحاد القدم وغيره، يعني يكون هناك توافقيه. نعم. بعد اذا قلت انه عيد مارفك، ليش ما تقول انه عيد طارق كيال مثلا؟ انه مع المنتخب كان جيد برضه، وما في توافق بينه وبين طارق كيال، هل يكون بين توافق هو عمر باخشوين وماجد عبد الله؟ الله يعني اعلم. يعني كل الامور يعني مرتبطه بالتوافقيه، اذا كان المدرب سياتي ويعود فوقيه لا بارك الله بها العودة ولا بها العودة. طيب. لكن يريد مدرب يأتي ويكون قادر على الانسجام مع توجهات القيادة الرياضية، مع توجهات إدارة المنتخب، إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. طيب عندنا مانشيت أبو عبد الله، نبغى نسمع تعليقك عليه، وأكيد أنه يعني هو حد موضوع مهم وحديث الساحة في اليومين الماضيين. شوف العنوان في صحيفة الرياضي، هذا العنوان معنا على الشاشة أبو عبد الله، في الشيخ أحمد الغامدي في حوار موسع مع صحيفة الرياضي، الطقطقة على الهلال ترفيه مباح. هذا جاء في صحيفة الرياضي. في صحيفة الرياضية أيضا كان هناك موضوع آخر وفي نفس الإطار تحت عنوان في عالم الطقطقة كل يوم ضيف جديد للمميز عبد الرحمن مشبب. طبعا هو يلخص الحالة اللي صايرة في المجتمع الرياضي اليومين الماضيين أستاذ صالح، وما أدري إذا أنت مع الطقطقة ولا ضد الطقطقة، كيف ممكن أشوف كيف ممكن يعني نسمع ولا نشوف توجهاتك وأراءك حول هذا الموضوع؟ شوف يا أخي، أول خل أتكلم معك بصراحة زين.
الموضوع كان في بالي كثير. شوف هو الآن شيخ بلحية وأنا حليق زين. أيوة. أنا أشعر أن علي مسؤولية أكثر منه وأكثر قابلية حتى منه هو شخصيا، لأنه في كثير من الأمور مع الأسف الشديد شاطح وناطح. أنا أتكلم بصفة عامة على أمور تخص بالضبط سلوكيات الشباب والمجتمع الرياضي. اي ما نبغى نتكلم عن الشخص. انا غيرت. شوف ما نبغى نتكلم عن الشخص، اي نتكلم عن المبدأ المضمون. اتكلم هو شيخ ومفتي زين. صحيح. انا بالنسبه لي افتي في الرياضه، ما افتي في الامور الدينيه ولا الشرعيه ولا اتقاطع معه. انا غيرتها، شوف اظهرها على الهواء، قلت الطقطقه على المهزوم عشان ما يكون دفاع عن الهلال زين. على المهزوم في تظاهره دوليه مثل هذه. ايوه. الطقطقه على المهزوم. المهزوم يعني ما نقصد فيها لا هلال ولا نتكلم عن الغامدي، نتكلم اي شخص ياتي ويفتي بهذا الموضوع. مع احترامي وتقديري يخلي رايه له في هذا الجانب، يقول ترفيه متاح. اعتقادي الشخصي صادق انا امام الله سبحانه وتعالى، واعتقد انه في ظل الازمات اللي تحيط بنا انه من الاهميه بمكان ان يكون هناك تلاحم كبير بيننا، لدرجه نقول يا تركي آل الشيخ جزاك الله خير، شكرا جزيلا، استطعت بنصائحك أن تدخل الهداية إلى قلوب كثير من اللي كانوا يخرجون عن النص، بدرجة أنه بعض الزملاء اللي الآن كنا نختلف معهم في السابق الآن نشيد فيهم من دون ذكر أسماء لأنهم كثر، أخاف أذكر أحد وأنسى أحد. طيب. اللي كانوا يستهجنون عملية الطقطة سواء من لاعبين منافسين من جماهير من غيرها إلى آخره. دعني أتحدث عن أمور تحدث مع الأسف الشديد الآن. مثلا مثل الشخص اللي شاهدناه يأتي بطفلين، ومع الأسف الشديد أقول له أنه كذاب هو. لماذا؟ لأنه واضح أصلا اللبس الأصفر مع السروال الطويل أصفر ما هو أزرق، وينزع عنهم قميص اللي هي ورميه في الزبالة ويقول أنه لا بارك، ويلبس الصغيرين في وسط بكاء صغار، يعني أتكلم على أطفال في الحضانة، واللي يذهب لينحر الحشو. هل كان منك يا ابني أنك تنحر هذا الحشو صدقة توزع عنك وعن والديك صدقة جارية وعن جدانك وأهلك؟ هل وصلت أنه هزيمة فريق؟ شوف بغض النظر هو الهلال أو غير الهلال، لكن مثل هذه الأمور يا بندر، والكلام موجه أيضا أقول يا تركي آل الشيخ عليك أمانة كبيرة، يا عادل عزت، يا لجنة الانضباط، يا رؤساء الأندية، يا رؤساء الروابط، هذه ستنشئ لدينا جيل. جيل ماذا؟ ركز معي بندر، فكيت الغلوقة عشان أتكلم أنا في إيش؟ ستنشئ لنا جيل متعصب مذهبيا، سني وشيعي وصوفي مدري ايش، عرقيا قبلي وغير قبلي، مناطقيا، في كل الامور ستنشئ لنا جيل يؤمن بأحادية النظرة، ويؤمن بأنه عادي أنك لا تحترم الآخر، وعادي أنك تقلل من الآخر. إذا استمر الوضع على ما هو عليه، يعني إذا استمرت الطقطقة سواء على الهلال أو غيره، ورب ممكن نصل هالمرحلة؟ طبعا ورب الكعبة يا بندر، أنه لو كان النصر أو الاتحاد أو وبالمناسبة خليني أوجه كلمة لجمهور الهلال، ما دام أنه هم المستهدفين الآن في الطقطقة، إذا كنتم أنتم تدعون وتقولون نحن زعماء ونحن القدوة ونحن، لا تعاملونهم بالمثل عندما يمثل أندية منافسة عملوا عليكم مثل هذه الإسقاطات، لا تكررونها، أنتم مجروحين منها تعتقدون أنها غلط، قولوا لا نقبلها، وبالتالي لا تنهى عن خلق وتأتي بمثل هذا. طيب. هذا توجيه الجماهير الهلال، لكن خليني بعلمك يا أخي اليوم سيدي خادم في صحيفة الرياضية، معليش عذر عن المقاطعة، في عالم الطقطقة كل يوم ضيف جديد، يعني اليوم لك بكره عليك، لا 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 انا مرفوض من الجميع، يعني اليوم النصراويين الاهلاويين الاتحاديين الاخ يطقطقون على الهلاليين مرفوضه، بكره مرفوضه حتى. طيب. من الهلاليين على النصراويين. طيب. او الاتحاد الاهلاويين، هل هي مرفوضه حتى لو كانت في نفس الاطار الـ 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 المباح؟ يعني خليني اقول لك لا تصل الى حد الاساءه والتجاوز والشتم. لا لا يا بندر، هي تبدا بندر هي تبدا كذا، انا اطلعت على بعضها، هي تبدا بماذا؟ تبدا مثل المزح بين شباب في استراحه او في كشتة برا او في مدرسه، تبدا بالمزح وتنتهي بالهواش، كثير من الامور اللي وصلت الى كذا اساسها مزح. يعني قصدك شيء يجر شيء، شيء يجر شيء بالضبط ونصل. شوف اولا سيد خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد الامير وفقهم الله لكل ما في خير الاسلام والمسلمين وبلد الحرمين الشريفين والبلاد والعباد، ماذا يركزان عليه الان؟ وكان سمو الامير محمد بن سلمان الله يوفقه ويسدد خطاه واضح و دقيق الكلمات حتى في انتقائها.
وبأسلوب جذاب. ماذا قال؟ قال سنعيد هذا المجتمع إلى الوسطية. يا بندر لما كنا احنا في السبعينات نتكلم، لما كنا في الابتدائية في المتوسطة وإلى آخره، في السبعينات الميلادية التسعينات الهجرية، لم يكن هذا الأسلوب موجود. عندما تسأل أي طفل أو تسأل أي فتاة أو تسأل أي شاب من تشجع، يقول لك النصر، تقول يقول بس لست متعصب، لأن كان التعصب صنوان الجهل، التعصب كانت صفة ذميمة. الآن أصبح عندنا التعصب. يا أخي عندما كنا أمة وسطة لم نكن نعرف التفجيرات، لم نكن نعرف التطرف، لم نكن نعرف الإساءة الآخرين. الآن لاحظ اللي يحدث بين بعض أسميهم الرعاع من الفلسطينيين ومن السعوديين ومن الخليجيين وغيرهم في إسقاطات بينهم، هذه مستهدفة. حتى بالنسبة أنا أشك كثيرا أنه هناك جهات أجنبية تغذي هذه الطقطقة وتغذي هذه الإسقاطات بأسماء وهمية سعودية وهي لا تنتمي لا للسعودية، ربما حتى في مذهب، أو لا تنتمي لها دول معادية من دون ما أسمي هذه الدول، لأن الدول كثيرة تستغل الأحداث، تستغل هذه الأحداث. لذلك لما نتحدث حنا ونقول أنه نشاهد ماذا يقدم، يا أخي الملك سلمان متع الله الصحة والعافية ويدعو الله، يتحدث كثيرا عن ماذا يا أخي؟ في أشياء كثيرة. أنا من الناس اللي جلسوا عندما كان أميرا للرياض، يقول بالنسبة للنقد، النقد سقف مفتوح إذا كانت لديكم الدلائل، إلا الشريعة والملك وولي العهد خط أحمر. الآن رفع السقف حتى بالنسبة له، هو رفع السقف، لأنه ممكن تنتقد حتى ولي العهد وتنتقد الملك ثقة من نفسه لأنه أصبح هو الملك. وبالتالي ماذا يقول؟ الملك لله سبحانه وتعالى. ماذا يقول؟ إلا الشريعة يجب أن تكون وسطية. طبعا أنا ما زلت عند وجهة النظر القديمة أنه بالنسبة للقيادة السياسية والقيادة الشرعية والشرع خط أحمر للجميع، يجب عدم تجاوزه واحترامه، مثل الأمن الوطني، الأمن القومي للبلاد. يعني في كل البلدان الغربية المتفتحة لما تجي الأمن القومي يقول لك الأمن القومي خط أحمر استقرار البلاد. أنا اللي تحدث عنه يا بندر، بس هذه موجودة يا أبو عبد الله بين المدريدي والبرشلوني. خليني أقول لك، ترى أحترمك لأنك لا دقيقة موجودة. لا أنا أتكلم عن موجودة. أيوة موجودة، أنت احترمني وأنا أحترمك يا أبو عبد الله، بس موجودة يا بندر. لما تكون موجودة هل تؤيدها؟ هل تذهب إلى تأييدها؟ إذا قلت تذهب إلى تأييدها لن أحترمك كل الاحترام اللي كان في السابق. تؤيد مثل هذه الإسقاطات السخيفة على بعض أنا هنا ما أعطيك رأي، بس أنا أقول لك، أنا أقول لك اللي حاصل في المجتمع الرياضي. في ناس مع، في ناس ضد، في ناس يقول لك ما المانع انها تكون طقطقه في من باب الرعاء. يا اخي اترك، طالما اني ما غلطت عليك ولا سبيتك ولا تدخلت ولا يعني، خليني اطقطق على راحتي بادب بذوق من باب الدعابه. والله في اشياء قله ادب، في اشياء لا تمت صح يعني. هذه ما نرفضها، هذه ما نتكلم عنها، احنا نتكلم عن الاطار المسموح فيه. ولكن شوف اوجه الرساله لتركيا للشيخ بالتعاون مع وزير الاعلام عواد العواد. في ماذا؟ أنه فيما يتعلق بهذا الجانب أمامهم أمانة كبيرة جدا بندف هؤلاء. يعني تركيا للشيخ ما شاء الله قرأ على الإعلاميين، قال هداهم الله، يا أخي ساعدنا احنا من منبرنا الآن ما عندنا سلطة، احنا أعضاء في لجان مثلا نتابع أو نحاسب أو كذا وإلى آخره. وأعرف أنه حتى على مستوى وزارة الإعلام هناك توجه جديد. يعني على سبيل المثال مثل اليوم تحدثت عن الأخ داود وما كنت موجود أنا. الأخ داود هذا الرجل المناسب في المكان المناسب، مع احترامي وتقديري لمن كان موجودا الأيام دي، أجيب واحد من البنك الأهلي وحطه على الهيئة الإذاعة والتلفزيون، ايش دخل هذه يا أخي؟ بناء على نصيحتي، مع كل الاحترام والتقدير لكل الأشخاص، أأتي بأكاديمي من الجامعة منظر عمره ما دخل جريدة ولا تلفزيون ولا، وأحطه. كانت قرارات سابقة، الآن وقت التصحيح. نحن يا بندر من خلال هذا المنبر اللي هو صحف، يا نقدم رسالة واضحة صحيح. تثقف المجتمع وتنور المجتمع وتعيننا. يا أخي احنا في النهاية ترى عندنا أولياء أمور، عندنا أبناء في الجامعات، عندنا أبناء في الثانويات والمتوسطات. وبالتالي يا أخي الرسالة اللي مثلا وجهها ولي الأمر، يا أخي تدخل في صفقة ياسر القحطاني المفتي في تلك الفترة على 25 مليون. الآن نعاني من ذات الكلام اللي وجه فيه وقال أنه أمر خطير. يعني تخيل لما تأتي بلاعبين، اليوم أقرأ أحد اللاعبين احتياطي في ناديه مرتب السنوي 3 مليون، ما بعد شارك ولا مباراة. لاعب آخر 7 مليون، ما لعب سنتين، أي هدر مالي ويكاد أقصد. نحن موقعنا هنا موقع تنويري، موقع إصلاحي، ما في شك. وإلا يا أخي يأتي غيرنا من اللي يشيل العلم ويشيل فيك كذا. الخير والبركة أبو عبد الله، إحنا نقدم رسالة، والمجتمع الرياضي يعني أكثر ثقافة أكثر وعي أكثر إدراك. بستكمل معك في نفس الموضوع، عندنا فاصل أرجع لك الكامل، أرجع لك. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود.
وتحت ظلالها %70 من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. هذه السعودية ترى عزم وبطر، لا ضاقت أرض وزلزلت زلزالا. حياكم الله متابعينا من جديد. قبل الفاصل كنا نتحدث مع ضيفنا الأستاذ صالح الحمادي حول عدة مواضيع، من أبرزها ما يحدث في الوسط الرياضي والمجتمع السعودي اليومين الماضيين تحت عنوان الطقطقة على الهلاليين بعد الخروج من النهائي الآسي. واضح أن الأستاذ صالح الحمادي يرفض هذا المبدأ جملة وتفصيلا. جوالك امتلى زحمة أبو عبد الله ولا ليس لا؟ شوف ليس على الهلال، على جميع الأندية. إيه على جميع الأندية. أنت قلت المهزوم ما حددتها في الهلال. أنا حتى في جروبات بعضها واحد مختلط وواحد هلالي بحت، والله خرجت منهم لأنه أصبح بصراحة في من البذاء، في من قلة الأدب اللي مجلس يساء فيه الحديث سواء عن أسرتك، عن ديرتك، عن وطنك، عن أسرتك الكبيرة، مجتمعك الكبير، تخرج ما ترضى أنك تجلس في هذا المجلس. وبالتالي أثنين من الجروبات اللي شفت وصلت لدرجة سواء من هلاليين يسيئون للي طقطقون عليه أو من أشخاص ثانيين يسيئون للهلاليين، خرجت من هذا على الهاشتاج شاعرة الهلال وأيد صالح الحمادي رأي عميق، أضم صوتي لصوته وناشد معالي المستشار تركي آل الشيخ ورئيس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية وروابط الجماهير بتغليب مصلحة الأمن الوطني فوق كل مصلحة، فالطقطقة باب لشر كبير على المجتمع. تتفق معك؟ شوف يا أخي لا تتكلم بندر، والله ما نتكلم من فراغ، احنا بتتكلم أنت على 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 هلال ولا نصر ولا كذا، يا أخي تجاوزنا هذه المرحلة ونحن أكبر. مثلا شخص كان يسألني يقول لي تقول اتركوا التعصب وشجعوا الهلال، قلت له لا هذاك واحد يعني من باب هذا من باب من هذا باب هذا, ايه هذا, من هذا من باب المداعبة. شخص يعني عماد بن خزيم على الهاشتاج يقول استغرب كلام الحمادي الأسبوع الماضي يقول اتركوا التعصب وشجعوا الهلال، وأكثر من 80% يقول من الشعب فرحانين. كيف تفسر هالنسبة؟ ما أبصر. فرحانين بخروج الهلال. أولا نسبة جماهير الهلال أكثر من نصف اللي قال، هذه وفق احصائيات عندي موجودة المجتمع السعودي. ما هو عندي أتكلم وفق احصائيات موجودة سابقة ولا قوانية. أكثر من نصف المجتمع السعودي هلاليا. شوف يا بندر يا أخي، المشكلة المكابرة. أنت تتوقع الناس يتبعون من؟ يتبعون المنتصر ولا يتبعون يعني لما نأتي في سباق الخيل الناس تصفق للمركز الأول ولا اللي يجي المركز الأخير؟ طبيعي أنه يزيد جمهور. لو كان الأهلي هو في موقع الهلال لكان الأهلي أكثر جماهير، لو كان النصر في موقع الهلال بطولات وإنجازات محلية وقارية لكان النصر أكثر جماهير، لو كان الشباب في النهاية الجماهيرية، الشباب متى تضاعف جماهيريته وبالذات خارج الرياض عندما يخرج من كماشتي النصر والهلال عندما بدأ يحرز البطولات. لذلك يوم قلتها ترى كانت من باب المداعبة مع متصل قال الحمادي انه هلالي متعصب ليش يخفي ميوله، قلت له لا انا لست هلاليا ولا زلت عند رأيي. انا رجل اصنف نفسي محايدا جدا 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 حتى فيما يتعلق بالأقاليم والدنيا. سألوا الناس حجازي ولا نجدي، قلت أنا سعودي وبس. لا أدخل حتى في التقاطع هذه. صح أن الواحد يذكر أحيانا دينه، يذكر أحيانا كذا، يذكر أحيانا كذا من باب الـ يعني ذكر اللي تنتمي إليهم، ولكنك في النهاية
حتى قالوا روقي برقاوي قلنا اعتيبوا بس فكونا من الداخل التقاطعات هذه الموجودة اللي تكون في المجتمع تقسم المجتمع. عندي سؤال مهم. لذلك يوم قلت له بس من باب انه هو يعني يسقط عليه يعني من باب المداهمة قلت له اذا كنت شجعت الهلال لانه في المركز الاول بس. طيب عندي سؤال مهم بعبد الله في هذا الموضوع عشان نبغى نقفل عليه نبي ننتقل لموضوع اخر. الحالة اللي وصل لها الرأي العام السعودي بعد أو خلينا أقول لك بعد خروج أي ممثل للوطن من بطولة كبيرة أو خسارة أي بطولة محلية. نعم. الطقطقة والاستهبال والمقاطع هل تدخل ضمن إطار المجتمع الرياضي مجتمع هش؟ ليس المجتمع الرياضي. المجتمع السعودي بشكل المجتمع عام. المجتمع السعودي مع الأسف. مجتمع هش. شوف. فبالتالي وصلنا إلى هالمرحلة. لو كان هناك تماسك كبير من كافة الأطياف ما وصلنا لهالمستوى. أنا أؤمن إيمان شديد في الطنز في التطنز التنازع العيارة إنك تتشمت بالآخرين إن يعافيهم الله ويبتليك. شوف بندر ماني صغير في السن. الله يعطيك طول العمر. سافرت لكثير من البلدان العربية في كثير من السلوكيات اللي كانت موجودة حوالينا كنا نسخر فيهم نقول إن فيهم كذا فيهم كذا فيهم فساد فيهم مدري إيش فيهم التعليق على بعض والتنكيت على بعض والإسقاطات الرخيصة على بعض. زين كنا نتكلم عنها ما نقول اللهم لك الحمد اللهم فسرين ما احنا شامتين. كنا نشمت فيهم ونعايرهم. سبحان الله شوف بعض الدول أصبح مجتمعهم أكثر نقاء. شو أبدر ما دام أن اليوم حلقة صراحة وأتمنى لحقي الهاشتاجات. في الزمانات كان المجتمع السعودي الكبير بما فيهم الحاكم والمحكوم والشيخ والثري كنا بملابس ومظاهر لم تكن نظيفة جدا مثل ما نحن الآن. بس من الداخل نظيفين. كنا من أروع الناس أخلاق وقيم ومبادئ ومبادئ راسخة يعني نتمسك فيها. الآن تنظفنا في الملبس تنظفنا في المأكل تنظفنا في المركب تنظفنا في المسكن وأصبحنا يعني بصورة يدهينا لا تنكبين يعني ما يحتاج. أصبحنا من أنظف ربما المجتمعات نتكلم على المظهر والمركب والمسكن والمأكل. ولكن مع الأسف الشديد على صعيد الأخلاقيات نحتاج إلى كثير من التصحيح مثل ما قال سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو الولي العهدين فيما يتعلق حتى بالتعامل مع أخطر الأمور اللي تتعلق بالدين والإسلام. يجب أن يعود الإسلام وهذه رسالة نوجهها للشباب ونكون أنساق فيها خلف القيادة فيما يتعلق بهذا الجانب أنه نعم. يجب أن نعود نكون أمة الوسطة وأمة الوسطة أيضا في أخلاقياتنا وقيمنا والتعامل مع الناس. وبالتالي ما يحدث في المجتمع الرياضي سيندرج لأن يؤسس الصغار. قلت لك مثل هذا الصغير اللي يأخذ اثنين جهال أعمارهم في الروضة والتمهيدي ويأخذ ويرمي منهم ماذا يؤجج. والله يا بندر كنت أحضر مع أبنائي عندما كانوا في مثل السن للملعب وتكون مباراة مثلا الطائي والشباب أو كانت مثلا النجران والنصر وأجيب أبنائي وأجلسهم خارج الاستديو في المدرج النصر الشمالي اللي في الاستديو وألبسهم شعار الناديين وأقولهم عندهم كانت في غرفهم عندما كانوا أطفال شعارات كل الأندية. ليش؟ ما يخالف شجع نصر شجع هلال شجع اللي تبي ولكن ما هو عيب إنك تكون أن تحترم الآخرين. وهذا مبدأ شوف على الآباء وعلى الأمهات أن يركزوا جدا على تنشئة العلم. ترى حتى خرج فتيات في الأسلوب هذا مع الأسف الشديد أسلوب سيء جدا. عندما نصل إلى الشهيق والبكاء المر على مثل هذه المواقف الرياضية نعم. المجتمع ليس بخير على المدى الطويل. طيب أبو عبد الله في أقل من دقيقة نبي نقفل في هالموضوع كيف نعالج هذه المشكلة؟ واحد اثنين ثلاثة ما يبغالها واحد المنزل عشان أحد من هالتصرفات الطقطقة أمنعها من الوسط الرياضي أو من المجتمع السعودي. واحد المنزل أولا الأسرة المنزل اثنين المدرسة والجامعة ثلاثة أصحاب القرار المؤسسة الرياضية المؤسسة الإعلامية المؤسسة الأمنية كل الأمور ذي. وبعدين نحيي المؤسسة الأمنية ونحيي المؤسسة الرياضية والمؤسسة الإعلامية في الأيام الأخيرة على استدعاء ناس قالوا تعال وين رايح أنت حتى لو كان والله حاط المندرق من تحت الجبل ولا وتفره وحاط المسمى اللي ولا عنتر زمانه ها كان بسهولة أنه
إيجاب وكذا ويرجع يعتذر، ومثل اللي يطلع قصيدة ويسيء لقيادات رياضية أو يسيء لكذا اللي معالي مثلا الأستاذ تركي آل الشيخ أو غيره. نعم. مثل هذه الأمور يجب أن يوضع لها ضبط وربط. وفي المقابل شوف كل مرة نعاقب في الجانب الآخر يجب أن نكافئ ونحرص على المكافأة. طيب عندنا عنوان من صحيفة الشرق الأوسط، نقفل موضوع الطقطقة مثل ما قال أبو عبد الله ونفتح موضوع آخر. في الشرق الأوسط، تنفيذية آسيا تناقش مستقبل الملاعب المحايدة في دوري الأبطال. وإلى التفاصيل، يحدد المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة غدا الثلاثاء الخطوات الرسمية المعتمدة لحل قضية الملاعب المحايدة بالبطولات الآسيوية للعام المقبل، بعد أن تسببت الأزمات السياسية في منطقة الخليج في تنامي طلبات الملاعب المحايدة، وهو الأمر الذي يهدد استقرار وتسويق الكرة الآسيوية. وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي اجتمعت أمس بالعاصمة اليابانية طوكيو، وتوصل الاتحادات ذات العلاقة لتوافق على الملاعب المحايدة. وفي حال الإخفاق في التوصل إلى الاتفاق، فإن الاتحاد الآسيوي سيقوم باختيار المكان المحايد. كان هذا العنوان من صحيفة الشرق الأوسط. منه نتحول إلى عنوان آخر من صحيفة المدينة. الانضباط تورط الاتحاد بثلاث إيقافات قبل الاتفاق. ومن العنوان إلى التفاصيل، أعلنت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم إيقاف لاعبي الاتحاد فهد المولد وياسين حمزة وعمار الدحيم مباراة، مع تغريم كل واحد منهم 10,000 ريال لارتكابهم أعمال مسيئة في مباراة الفريق مع النصر يوم الخميس الماضي ضمن الجولة 11 من الدوري. ويسعى سييرا لتجهيز بدلاء الثلاثي الموقوف إلى جانب الغائب عدنان فلاتة بسبب تراكم البطاقات الصفراء. كما عاقبت لجنة الانضباط مهاجم فريق النصر محمد السهلاوي بالإيقاف مباراة واحدة، وتغريمه هو الآخر 10,000 ريال لنفس السبب. أسمع تعليق ضيفنا أستاذ صالح الحمادي على العنوانين بإيجاز شديد لو سمحت أبو عبد الله. العنوان الأول، ربما نشاهد الأندية السعودية تلعب في ملاعب إيران على سبيل المثال فيما لو أقر هذا القرار، على اعتبار طلبات ملاعب المحايدة سببت إرباك للاتحاد الآسيوي. وعنوان إيقاف لاعبي الاتحاد والنصر أو لا يا حبيبي، لا إرباك ولا يحزن إلا ضعف من الاتحاد الآسيوي. يعني من الاحترام والتقدير، لن تذهب الأندية السعودية وتلعب في إيران لو رأس الاتحاد الآسيوي رئيس الفيفا وليس أو تميم بن حمد. ما الاحترام والتقدير أنه ما يسير الاتحاد الآسيوي مثل هذه الألية. الفرق السعودية والفرق الإماراتية والفرق اللي تنشد التنافس الحقيقي لن تذهب وتهان في إيران لأجل كرة القدم. نتكلم على المواطن العربي السعودي الخليجي الإماراتي المحترم اللي يحترم كل ضيف. عندما يأتي الإيرانيون وهم يكونون عداء كثير لبلد الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية، كيف يتم استقبالهم في جدة؟ كيف يتم استقبالهم في الرياض وإرسالهم؟ نفعل ذلك بقيمنا وشيمنا وأخلاقياتنا، ليس لأنهم هم يستاهلون، هم ما يستاهلون. ومبادئ عقيدتنا وديننا. بالضبط. وعندما نذهب إلى أراضيهم لن نقبل الإهانة. هم عاصي ومليون عاصي، لا من إيران ولا حتى من سلمان بن خليفة، مع الاحترام والتقدير. وإذا كان في السابق يعني كان هناك من الإداريين أو من المسؤولين الرياضيين السعوديين من لم يكن لديهم القوة على مجابهة مثل هذه الأمور، الآن لا أعتقد أن هناك هيئة رياضية بقيادة مدعومة بقيادة سياسية ومقام سامي رفيع أنه لن نقبل أن تمس أي دولة شعرها للسعودية. هذا جانب. يستمر الوضع؟
لا لا مفروض ملاعب محايدة؟ نلعب على أراضي محايدة يا أخي وبالطقاق يعني بالنسبة لهم. ما طلبنا مثلا نلعب على أراضينا، نحن الآن نأتي ونقدرهم ونكرمهم والآخرين، مفروض نقبل نلعب على أراضينا ونلعب على أرض محايدة بالنسبة لهم. الآن لا، قلوا نقبل مثلا مسقط وأبو ظبي ولا دبي ولا العين ولا سما. ممكن اللي بيصير مستقبلا بعد الاجتماع أن الاتحاد الآسيوي هو اللي يقرر الأرض المحايدة. تبي الصراحة؟ يعني مو بنت انا اقبل يا اخي بالنسبه للسعوديه والامارات انهم لا يوضعون في اي مجموعه في ايرانيين، الايرانيين يذهبون يلعبون في الشرق واحنا نقبل نلعب مع الشرق. طيب ولا نلعب معهم في اراضيهم، هذا جانب ما يتعلق العنوان الثاني. اي بال هذا الانضباط اوقفت ثلاث لاعبين من الاتحاد، ثلاث لاعبين ولاعب من النصر اللي هو هداف النصر محمد السهلاوي. شوف مثل هذه الامور بالنسبه لي مفاجئه، يعني نشاهد مثلا لماذا هذه المباراه، لماذا انتقي النصر والاتحاد، وين اللي حدث قبل؟ أنا متأكد حدث أحداث، يعني لجنة الانضباط كل لجان السابقة مو كلها، أضعف اللجان السابقة تنام خمس ست جولات وبعدين تخرجنا بعقوبات شديدة. لماذا يعني وجهت لهم للنصراوي أو للاتحاديين؟ لماذا يحدث هذا وهذه الانتقائية في هذه المباراة بالتحديد؟ طيب هل سنشاهد لو حدث من الهلاليين ومن الأهلاويين في مباراة السبت أو الجمعة الجاية؟ السبت أعتقد الهلال والأهلي الجمعة، الهلال والأهلي الجمعة أو السبت أو اللي يكون المباراة المقبلة، لو حدث ذات الأخطاء سنشاهد أنه يوقف مثلا ثلاثة من الأهلي وواحد من الهلال، أو العكس ثلاثة من الهلال وواحد من الأهلي، أو أنه تعود وتغط في سبات عميق، يعني أختار وأوقف الاتحاد أو ما هو ناقص. لكن إذا كان أنه من الآن وصاع سيستمرون بهذه الوتيرة وهذا الأسلوب مقبول ما نقول لا، لكن انه ناتي مثلا في الموسم الماضي شاهدنا اخطاء فادحه يعني تحصل من بعض اللاعبين ولا يحصل مثل هذا الايقاف الان طبعا شاهدتها انا. طيب وش يعني هذا؟ قصدك تفاوت يعني؟ لا التفاوت مرفوض. طيب ما اقبل يجي تطبق على النصر والاتحاد. طب انت تقر بوجود التفاوت في هذا الموضوع؟ ايه موجود. شوف بالجولات الماضية حدثت بعض أخطاء تقول لي سمها ما أتذكرها يا بندر، كلها احنا في الجولة 11 الآن. طيب صعب أني أرجع لك. لا ما أقول لك، بس أنا أقول لك هل أنت تقر بمبدأ عدم العدالة مثلا في هذا الموضوع؟ لا أنا أطالب بالعدالة، العدالة نطالب بالعدالة، بس هل هي موجودة ولا لا؟ لا نمايز بين النصر والهلال ولا بين الأهلي والاتحاد ولا العكس، يعني حطهم مع بعض النصر والهلال ضد الاتحاد والأهلي. بس ما تشوف إن مباراة كبيرة مثل الاتحاد والنصر يعني يفترض او من باب اولى عقب الكبار والصغار؟ لا 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 لا، بس من باب انه يكون التركيز عليها، وبعدين انت شايف المباراه صار فيها احداث كثيره. صحيح طيب. صار فيها احداث وصار فيها توتر والى اخره، مع الضبط والربط على كائن من كان، ومثل ما يقولون اجلد الكبير يتادب الصغير، لذلك نشوف تصريح سمو ولي العهد امس يقول بدانا بالفساد من الفوق، وهو صحيح انه تنظيف المبنى يبدا من فوق لتحت وليس عكس من تحت لفوق. انا مع اذا كانت النظره من لجنه الانضباط تقول سنبدا بالكبار، اليوم مثلا عاقبنا النصراويين والاتحاديين، غدا سنعاقب الاهلاويين والهلاليين، الاربعه الكبار نبدا بهم ومن ثم ننزل على البقيه، نقول ما يخالف، فير سكوير. طيب عنوان جديد من صحيفة الجزيرة. قبل العنوان عندنا تقرير اختاره لكم الزملاء من صحيفة الشرق الأوسط، يتحدث عن موضوع مهم وطرحت سؤال كبير للمجتمع الرياضي تحديدا والرأي العام السعودي. نشوف ونتابع التقرير. لماذا تخفق الأندية السعودية في دور أبطال آسيا؟ شخص خبراء كرويون الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق الأندية السعودية دور أبطال آسيا منذ عام 2006 وسط فشل سعودي كروي امتد إلى 12 عام متتالية. يقول المدرب الوطني خالد القروني إن العامل الأهم الذي جعل أندية شرق آسيا تتفوق في السنوات الأخيرة هو التخطيط والتركيز على أهداف معينة كل موسم على حدة. ومن جانبه بيّن المحاضر الفني الآسيوي وعضو اللجنة الفنية بنادي الأهلي بندر الأحمدي أن التخطيط في أندية شرق آسيا له أفضلية واضحة على نظيرتها في غرب آسيا. وأضاف الأحمدي في شرق آسيا يتم وضع خطط لا تتغير حسب الأهواء وبقرارات ارتجالية، بل يتم العمل على إنجاح الخطط حتى الرمق الأخيرة.
أما نجم الهلال السابق سعود الحماد فشدد في بداية حديثه على أن الحظ كان العامل الرئيسي وراء عدم تحقيق الهلال النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، فيما كانت عوامل أخرى شهد بها الجميع حرمته من حقه في حصاد لقب النسخة 2014. ومن جانبه أكد علي كميخ المستشار الفني والمدرب السابق أن النسخ الأخيرة في دوري أبطال آسيا أثبتت أن الفرق السعودية ينقصها التوفيق كعامل رئيسي في المباريات الحاسمة. هذا التقرير في صحيفة الشرق الأوسط طرحت سؤال عريض، نسمع الإجابة من ضيفنا الأستاذ صالح الحمادي الخبير والناقد والرياضي المعروف. أبو عبد الله، لماذا تخفق الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا بشكل مختصر؟ يا أخي نتكلم، هو جيد الشرق الأوسط تعرف عاد شهادتك فيها مجروحة. إيه ما يحتاج، وزملائي كلهم عزيزين، يعني بغض النظر تغير أسماء تبقى الشرق الأوسط هي الشرق الأوسط، مثل حبيبة القلب الوردية نعم. اللي كانت قبل رئاسة التحرير وبعد رئاسة التحرير تبقى ذات قيمة. شو أولا بندر، يجب أن نقول تأهل المنتخب السعودي الآن لنهائيات كأس العالم كانت حالة استثنائية. قبل كأس العالم ما كنا نتوقع أن يأتي حتى من ضمن الثلاثة الأوائل في المراكز بالبداية. طيب. كمستوى لاعبين كأداء وإلى آخره. شوف بالنسبة للكرة السعودية الآن اللاعب السعودي الحالي بصراحة يحتاج إلى كثير من الضبط والربط، ويحتاج الصياغة الذهنية والصياغة المعنوية والنفسية والتحضيرية حتى يكون قادرا على أن يتعاطى مع مثل هذه المباريات، يتعاطى على مستوى قاري. لا شك أنه الصيني الكوري الياباني أكثر عزيمة وإصرار وفاعلية وانتجي، أتكلم حتى على المحل أو الإعلامي أو المذيع عندهم أفضل منا يعني. لا يتوقع إحنا نتكلم عن اللاعبين بس، نتكلم على دكتورهم على مهندسهم على يا أخي شوف استعراضاتهم. إحنا يمكن اللي تصدق اللي أفتخر فيه كثيرا كثيرا جدا جدا رجال الأمن عندنا، لما أشوف كيف الجرأة، يمكن لأنه العربي فيه الحماسة فيه القوة، تجد أنه مثلا في الصاعقة تجد أنه في مكافحة الإرهاب لدينا ناس ما شاء الله وحوش سود أفضل حتى من اللي شاهدهم في الصين أو في اليابان أو في كوريا الجنوبية. لكن عندما نأتي على سبيل المعلمين على سبيل الأطباء المهندسين الصحفيين المحللين اللي مثل حضراتنا المقدمين مثلك وكذا، هم أفضل منا، وبالتالي اللاعبين عليهم يتقبلون لما نقول إن هؤلاء أفضل منهم، لا من ناحية العطاء، لا من ناحية انضباطية، لا من ناحية التضحية. صحيح أن اللاعب السعودي واللاعب الخليجي لديه القدرة على المراوغة، لديه القدرة على يعني لديهم مميزات، ولكن مثل هذه الأمور متى حظيت بانضباطية متميزة جدا لدرجة أنه ما نشاهد مثل سالم الدوسري ينفعل ويحصل على البطاقة الصفراء في وقت قاتل لفريقه اللي كان يقاتل فيه، أنه ما نشاهد أنه مثلا يأتي ممثل المملكة العربية السعودية وزعيم الكرة السعودية وزعيم الكرة الآسيوية ويأخذ في مباراة الذهاب على الإياب على أرض الأولى سبع بطاقات. والأهمية مكان أن يكون فيه هناك ضبط وربط للاعبين. لماذا تخرج؟ خرج الهلال وخرج الهلال وخرج الأهلي وخرج الاتحاد وخرج النصر من المجموعات حتى ما يوصل دور 16، وهو اللي يصنف بالعالمي والمشارك في كأس العالم الأندية. هذا كان أبي وجدي. نتكلم على كل الأندية بما فيهم النصر بما فيهم الاتحاد الأهلي الهلال، يخرجون لأنه إلى الآن صناعتنا لكرة القدم أقل خلا أسميها قوة أو أقل خلا أسميها تعاملية. من ناحية تقولي طيب الهلال يا أخي سيطر على مباراة الرياض ضيع فرص، إضاعة الفرص في حد ذاته يكفي. تشاهد أنهم جتهم فرصة واحدة في الشوط الأول وفرصة واحدة تقريبا في كل المباراة سجلوا هدف، كرة واحدة تسديدة سددها هذا وهدف. الدقة في التسديد يعني القدرة على الانضباطية توزيع الجهد، كل هذه أمور تمرين وتمرين ما يتمرون اللاعبين. يعني عندما يأتيك مثلا ممثل المملكة العربية السعودية تشاهد مثلا الأهلي لما شارك أو الاتحاد أو الهلال في بطولتين، عندما تأتي كرات ثابتة لا يستطيع أن يسجل منها، تأتي ثمان ركنيات لا يستطيع أن يسجل هدف أو حتى يهدد المرمى من ثمان ركنيات، معناته أنه في خلل كبير في التعاطي معها. طيب بالمناسبة أستاذ صالح الحمادي، قبل مباراة الذهاب والإياب اللي هي الهلال توقع فوز أوراوا، حتى سألت هنا أنت كذا ممكن تحبط المجتمع الرياضي تحبط الهلاليين، قال أنا أعطي 60 أوراوا
واربعين للهلال. بالفعل حدث ما كان يتوقعه أبو عبد الله مع الأسف، يعني حدث ما كان يتوقعه أبو عبد الله مع الأسف يعني. والله كنت أتمنى أنه سقط توقعي وفاز الهلال 3-0. طيب نتوقف مع فاصل ونرجع لك أبو عبد الله نكمل في الموضوع. طيب عندنا فاصل ثم نعود. عمار يا دارنا يا قبلة المسلمين، مهبط كتاب الوحي على الرسول الأمين، يا أرض نور وذهب، يا أرض دنيا ودين، سولف عن أغلى بلد خلي السوالف تزين، عن أرضنا نبضنا عن شوقنا والحنين، حنا لها هي لنا معشوقه عاشقين، أما بعد يا بلد عن الشكر عاجزين، لله درك بلد خيرك على العالمين، ورجالك الأوفياء في واجبك حاضرين، يستاهلون النعم حكامك العادلين، يا دار نستاهلك يا دار تستاهلين. عمار يا دارنا يا قبلة المسلمين. حياكم الله مشاهدينا. مقال اليوم للأستاذ سلطان المهوس من اختيار الزملاء تحت عنوان احترم الهلال تنتصر. اليوم من صحيفة الجزيرة بقلم الكاتب سلطان المهوس، حيث بدأ الكاتب مقالته وقال: ثمة أسئلة كثيرة طرحت بعد خسارة الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا 2017 أول أمس السبت بالعاصمة طوكيو أمام أوراوا الياباني، وكل تلك الأسئلة تتمحور حول البحث عن إجابة حاسمة لمعرفة لماذا خسر الهلال اللقب. كنت في طوكيو وحضرت المباراة ذات الأجواء الرائعة بكل معنى الكلمة، وللأمانة فقد قاوم الهلال كل ظروفه وحاول كثيرا أمام فريق منظم، أجزم أن مدربه درس الهلال مليون مرة واستطاع الإفلات ذهابا وإيابا، ليس من سوء بالهلال بل لأنه لعب وهو يحترم الفريق الذي أمامه حتى في ملعب سايتاما، لذلك انتصر بواقعيته وتركيز لاعبيه، فيما كانت شيخوخة دكة البدلاء الهلالية أحد أهم عوامل إحباطه. الدرس الذي يجب أن نتعلمه من خسارة الهلال هو أن كرة القدم عالم من المفاجآت والمتغيرات، وأن الفشل لا يعني نهاية القصة، فالوصول المتتالي للنهائي الآسيوي ليس مصادفة بل نتيجة تفوق فني وقوة واهتمام، والخسارة ليست شرطا بأنك الأسوأ. بقي أن نقدم الشكر والتقدير للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي قدم أجمل موسم تحكيمي سواء في تصفيات كأس العالم للمنتخبات أو دوري أبطال آسيا، وأجزم أن العمل والاهتمام من الشيخ سلمان آل خليفة بملف التحكيم أثمر عن أداء قوي ومتميز هذا العام، والمؤمل استمرار وتيرته لا سيما وأن الآسيوي فتح ضمانة ذلك عبر إطلاق أكاديمية الحكام بماليزيا. مباراة للنسيان. تحت عنوان احترم الهلال تنتصر، كتب الأستاذ سلطان المهوس في صحيفة الجزيرة مقالة حول الخروج الهلالي. الحديث يتواصل مع ضيفنا الأستاذ صالح الحمادي. قبل الفاصل ذكرت بأن الأستاذ صالح الحمادي قبل مباراة الذهاب والإياب توقع فوز أوراوا على الهلال، وحدث ما كان يتوقعه وفق معطيات، وأعتقد أن حتى المقطع موجود في اليوتيوب وحقق نسبة مشاهدة عالية من قبل الجماهير. أبو عبد الله، كيف ترد على من يقول أن الهلال
بالنسبة لآسيا وآسيا بالنسبة للهلال عقدة. لا 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 يمكن أن يتجاوزها. لا لا لا، ريال مدريد زعيم أوروبا قاعد 32 سنة ما فاز بالبطولة الأوروبية. طب لماذا الهلال في كل مرة يصل إلى النهائي ثم يغادر؟ وصل مرتين وخسر في النهائي أربع مرات. لا لا في النسخة الجديدة؟ لا لا في النسخة الماضية مرة من المرات تم استبعاده، يعني تم استبعاد، سحب منه 9 لاعبين للمنتخب وباقي على البطولة اللي سيشارك فيها دورة الخليج وكذا أكثر من 3 أشهر. كان يعني قرار جان من يعني ما تشكل عقدة نفسية بالنسبة للهلالية. سحب أمام لا يحضرني اسمه الآن، كنت أتذكر فريق ياباني قرار من الأمير عبد الله بن سعد رحمة الله عليه بسبب سحب لاعبي المنتخب. طيب. وخسر من فوروكاوا 1986، أنا كنت من اللي أيضا يعملون النشرة باللغة الإنجليزية في تلك الفترة. عام 406 أعتقد. نعم. يوم فوروكاوا ما فوروكاوا كان نظام مجموعات. وخسر هذه أمام يوميوري الياباني أعتقد بسحب من اللاعبين، كيف تذهب بفريق بديل بتشارك في تلك البطولة؟ كانت مهزلة بالنسبة للكرة السعودية. طيب. أمام سيدني وأنت شايف كيف الأخطاء سلبت، إلا المرة هذه فريق غير محظوظ. وكنت أتمنى لو أنهم فازوا 4-0 أو 5-0 في المباراة الثانية، وأنا متوقع 3-2 تنتهي المباراتين لأوراوا ويسقط توقعي وتنتصر المملكة العربية السعودية ممثلة بالهلال. طيب، سوء حظ، عدم تعامل بشكل جيد مع ثقافة الذهاب والإياب، عدم التخطيط والتجهيز لمباراة مثل هذه المباراة من قبل الهلاليين. لا لا لا، شوف أخطاء، لأن الكثير هاجمك يا أبو عبد الله لما توقعت فوز أوراوا. بندر، أولا هل الآن تنتصر لرأيك، تنتصر لتوقعك؟ خربين ليس رأس الحربة الصريح، خربين يلعب مساند المهاجم، يلعب خلف المهاجم، يلعب على الطرف الأيسر الطرف الأيمن، هذا جانب. لا يوجد رأس حربة صريح، جابوا رأس حربة اللي هذا طويلة متياسة مدري رفاس لا متياسة متياسة اللي لا يستطيع يستلم كرة ولا يرتكب كرة. لا بيمشي خلاص. ولا آخره. لا ومجيوب بمبلغ كبير. هذا خطأ يتحمله الإجابة سواء رئيس النادي سواء طيب. رئيس الجهاز الفني وتبر. لكن ثقة من الثقة، متى استقر الهلال على إدارة الأمير نواف وعلى دياز وتم تجديد الفريق بصراحة عناصر، ما يكون بديلك ياسر والشلهوب، ياسر والشلهوب في أمور الرخاء ما في أمور الشدة تحتاج إلى لاعبين مقاتلين بصراحة. نعم. إذا تم الاستقرار على هذه العناصر ودعم الفريق بنجوم الفريق الأولمبي اللي شارك ودعم الفريق الأول، لا شك أنه أتوقع الهلال الموسم المقبل طرف ثابت في النهائي، وأرشحه من الآن أنه ممكن هو اللي يكسب النهائي. حظا وافرا لك أبو عبد الله، حظا وافرا للوطن، ممثل وطن، احنا قلبا وقالبا مع كل الأندية السعودية اللي تمثلنا في دوري أبطال آسيا، الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، أي فريق، أي فريق يصل لمراحل متقدمة في البطولة، ثقة تامة بأن نقف معه قلبا وقالبا، لأن في النهاية يحمل اسم المملكة العربية السعودية ومع عودة السوبر السعودي المصري. طيب، هذا عنواننا الجاي، نأخذ العنوان من صحيفة الجزيرة. اقتراح بإقامة السوبر السعودي المصري أغسطس المقبل، هذا العنوان في صحيفة الجزيرة. طبعا وضع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة عودة بطولة السوبر السعودي المصري ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل والمقرر له نهاية شهر نوفمبر الجاري. واقترح بعض أعضاء مجلس الاتحاد أن تقام مباراة السوبر المصري السعودي في شهر أغسطس المقبل قبل بداية الدوري المصري لموسم 2018-2019. أبو عبد الله، أنت مع عودتها؟ مع عودتها لأبطال الدوري ومع عودتها للسوبر السعودي المصري، يعني ستصير مباراة واحدة. وأيضا أنا مع إعادة عدم إلغاء، لا أحبذ أن أشاهد ألغيت السوبر السعودي اللي تأهل الاتحاد والهلال في الموسم الماضي. نتمنى أن إذا كان باوزا هو من تسبب في إلغاءه وطالب بإلغاءه. نعم. بالإقامة في الإمارات، نتمنى أن يقام في أي فترة يختارها الاتحاد والهلال وتكون مناسبة وتقام على كأس السوبر ويسلمها إن شاء الله عادل عزة أو يسلمها. نعم. أي شيء شخصية أخرى، لكن لا نريد أن نربط أنه إلغاء
السوبر عام 2018 عشان مشاركة المنتخب. لا عشان مشاركة المنتخب. علشان مشاركة المنتخب أو علشان باوزة أو علشان النظام الجديد للسوبر المقبل 2019 اللي ستكون بنظام كأس ولي العهد وتحتاج إلى ترتيب جديد. نتمنى أن تعود، وأكيد القيادة الرياضية لديها القرار وهي اللي تعرف خبايا الأمور فيما يتعلق بالجانب، ولا نكون سببا في إلغاء بطولة كانت قائمة وكانت مخطط لها أن تقام. طيب، ونرحب بالسوبر السعودي المصري، ونتمنى مثلا سنة يقام في السعودية وسنة يقام في مصر. طيب، بشرط ما يكون في مشاكل. قبل ما نختم حلقتنا نشوف نتيجة استفتاءنا لهذا اليوم. برأيك ما هي المدرسة التدريبية الأقرب للإشراف على المنتخب السعودي في كأس العالم؟ 44% يرون المدرب اللاتيني هو الأنسب لقيادة الأخضر، 33% أو 32% المدرب الأوروبي، 18% مدرب وطني، و 6% فقط يرشحون المدرب العربي. وصلنا نهاية حلقتنا، كل الشكر لضيفنا الأستاذ صالح الحمادي الكاتب والخبير والناقد والإعلامي الرياضي المعروف. بعبد الله شكرا لك، شكرا لآرائك، شكرا جزيلا. نتمنى يعني أنه نقدم دائما ما يثري، ونتمنى أنه نكون في مستوى المسؤولية، وأنه الكلام اللي يكون فيه حماس ترى مو من غضب ولا من كله، والله من غيره ومن حرص على أن نقدم ما يخدم البلاد والعباد. وأريد أن أبارك الأستاذ داود الشريان أنه تولي هذه المسؤولية، لأنه هو حقيقة الرجل المناسب في الموقع المناسب. شكرا لك أستاذ صالح الحمادي، شكرا لكل ما شاهدنا خلف شاشة السعودية الرياضية، ولكل من تواصل معنا عبر هاشتاج صحف. غدا بمشيئة الله موعد جديد في 1 ظهرا. في أمان الله.